الحشاش. الحشاش بس اوف زي القشاش كده بس تمام يا محمد فراج. اهي اعزائي مشاهدينا ومشاهدات اهلا بيكم في قصه ولا بنهزر برنامجكم المفضل الجديد اللي فيه هنهزر وهننظر وهنتعلم شويه عن السينما على امل ان قدام نبتدي نتعلم اقل نبتدي نعمل سينما اكتر بمجهوداتكم وان شاء الله بالانبوت الفني بتاعكم الابداعي هننزل افلام قصيره على الشانل هنا ايدكم معانا. ايه انا مش حاجه ايه يا ريدي ازيك يا خمس ازيك اهلا بكم في الفقره الصباحيه جميله. انت كنت دورت على الفيسبوك وشفت حاجه هو في هيمنه عامه من في هيجنه برضه في هيمنه وهيجنه من ديزني شوف سبحان الله ديزني ومارفل ان هم مسيطرين على السوبر هيرو جانرا في العالم ده حقيقي يمكن اكتر من دي سي كمان المهم فهم مسيطرين بالافنجرز في العالم ان دول هم رمز السوبر هيروز في الدنيا كلها روسيا قالت لك لا انا هطلع وحامل ذا جارديانز دول ذا جارديانز ذا جارديانز بالضبط ذا جارديانز دول ما يوازي الافنجرز بس في روسيا عملوا فيلم عشان يحاربوا افنجرز مش يحاربوا افنجرز بس يعني هو عشان احنا موجودين احنا موجودين يا ديزني وسموه اسم كريتيف جدا ذا جارديانز بس عشان دول افنجرز ودول جارديانز مع ان في جارديانز هنا في جارديانز اوف ذا جالاكسي بس دول جارديانز في العموم طب وعملوا كل واحد فيلم وبعدين قفلوا الجارديانز ولا لا هم عملوا جارديانز على طول يا نهار ابيض هل احنا نسكت بقى ولا كمصر يعني كانت سينما مصريه تعمل حاجه تحارب افنجرز وذا جارديانز يعني سيبك من تجربه الرجل العناب دي تجربه لوحدها وتجربه كوميدي ومش مش سوبر هيرو قوي يعني احنا لو مصر اكشلي فيها سوبر هيروز لو مصر فيها سوبر هيروز لو قررنا نعمل فيلم سوبر هيروز لو قررنا نعمل فيلم سوبر هيروز اوكي ويبقى تيم تيم اوكي اولا هيبقى اسمه ايه التيم هيبقى اسمه التيم هيبقى اسمه خلينا هنعرف ده في الاخر بعد ما نجمع كل دول ماشي وهيبقى مكون من مين بقى اوكي طب انت عندك انت 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 في انت في عندك هفكر بس انت قول والله بص انا اول فكرت فيه هو شاكمان اسمه كده؟ أو اسمه شاكمان شاكمان؟ شاكمان بيعمل ايه؟ ميكانيك انت انا بسألك عن اسمه مش نوعه بيعمل ايه؟ ايوه ها؟ هو ميكانيكي بس فبيعمل ايه؟ بيصلح عربيات ميكانيكي هيعمل ايه تاني؟ فبيصلح عربيات مثلا بسرعة فشخ وبس وبمهارة شديدة طب مثلا يعني بما ان هو شاكمان هل هيعمل بقى حاجة زي ايرون مان منه ميكانيكي وبتاع فيروح عامل بقى حاجات بقى وبدلة من بقى موتور العربيات وكبالن وكتاوت وكتاوت صح ومساعدين صح وهو نازل وكده يبقى معاه مساعدين اكشلي يبقى معاه مساعدين بتوعه هو الصبي وهو يبقى شاكمان شاكمان امبليا عندك انا حتى بيعمل يعني يمثل شخصيه شاكمان هو ممكن محمد فراج مثلا هل لهذا سبب ولا انت تضرب لا بضرب ايه ولا علشان هو شاب مكافح وطالع من الصفر وبتاع ممكن محمد رمضان بيقول شاكمان انا شاكمان هخلي الحقيقه تبان حلوه دي حلوه دي يعمل اغنيه شاكمان انا شاكمان وعربيات كتير فشخ صح يبقى شاكمان شاكمان محمد رمضان طيب ادي اول عضو في التيم اللي لسه ما سميناهوش تمام ممكن الالتر ايجو بتاعه ان هو برضو ايه ان هو هيبقى شاب بابا شغال دليفري برضو ايوه عادي ما هو هيخبي بقى هويته دي هو لو فجاه بقى ما هو هيبقى غني منين هو بينقذ العالم صح مفيش حد بيقول له باشا انت انقذت كام عالم خد دي يوميتك لا هو علشان ماهر في الـ في الـ في الميكانيكيات بتاعت الحاجات فهيعرف يعمل البدله دي الميكانيكيات بتاعت الحاجات بس هو مش هيعرف يعمل موضوع التكييف ده التكييف اللي من جوه هتبقى البدله حر فشخ ممكن بقى تسيح وتبتدي تبقى هو البدله تبقى هو البدله واحد صح دي تبقى الكيرس بتاعته يبقى زي سايبورج يبقى اللي هو نصه بتعلى على ولا حاجه ما في بقى مدام ايمان مدام ايمان دي موظفة دي بتوقف المراكب السايرة دي قوتها دي سوبر بتاعتها يعني الأشرار عايزين يقضوا حاجة لا هي فوت علينا بكرة
يعني عايز احتل العالم النهارده. لا لا معكش الحرك معكش المستخرج رقم 6 رقم 6 احتل العالم. الختم ممسوح ختم ممسوح ولازم بالزبط. تبقى الورقه ممضيه لسه اطلع من اطلع الدور السادس يلاقيها هي هي بقى هي. اقول لك على حاجه, هي السوبر باور بتاعتها تبقى كلونينج, بتظهر كذا واحده صح. في كذا صح. حته مدام ايمان تقفل لك بقى كل صح الحاجات الممكنه. هي بتوقف من... هي خلاص بتوقف المركب السايره يعني لو في مراكب اصلا سايره هي بتعمل كده ده في العالم الحقيقي بقى بس هي اساسا هي موظفه عادي, فهي هي اكتشفت قوتها من هنا يعني. اوكي يعني لحد دلوقتي كل دول مش سوبر هيروز ودول ناس انا عارفهم. ايوه ما هي هم طالعين من الشعب المصري. طيب انا يعني مثلا زي ما هم عندهم بروس وين وتوني ستارك الشخص الغني جدا وبالغنى ده هو بقى عرف يبقى سوبر هيرو, ممكن يبقى عندنا حد نجيب ساويرس يعني بس مش نجيب ساويرس بقى يبقى حد تاني يبقى اغنى كمان من نجيب ساويرس يبقى غني جدا هيرشي الاشرار. انا جاي يا ساتر عارف اقول له لا جاي يا ساتر استنى خلاص بقى خلاص عايز عربيه هات له عربيه من العربيه صح. تروح جايه له عربيه بعد من عربيات شاكمان بقى من عربيات شاكمان. طب دول لو عملوا تيم هيبقى اسمهم ايه؟ مش عارف فكرتش في اسم بس لا بص يعني لو جاستس ليج هنمشيها بقى السكه بتاعه جاستس ليج فيبقى فريق العداله, لو هنمشيها بقى المنتقمون الراس المنتقمون ممكن بقى ممكن يبقوا الدخلويه اصلا الدخلويه ممكن الدخلويه نفسهم يبقوا اصلا تيم سوبر هيروز. طب مين تعمل مدام ايمان؟ صابرين ايوه فش. انا ما فكرتش يعني هي جت كده صح يا مش عارف شعيب مثلا. لا صابرين ترندي اكتر على عفاف شعيب بالظبط بالظبط. ومين يعمل كابتن كريم بقى يبقى محمد فراج. انا عايز محمد فراج هو فراج مش تمام. انت عايز تخليه استنى انا عايز انا بحبه انا عايز اشوفه في حاجه صح. انت معاك حق. طيب بس. مثلا على غرار سبايدر مان الشخص اللي قرصته حاجه فبقى الحاجه دي اوكي والمستذئب طبعا بقى في الحاجات الرعب وكده مين هيقرص ايه هنا فهيطلع ايه؟ لا احنا عندنا بقى السلعوه فيطلع المتسلوع رفيع مش لاقي ياكل. ايوه صح بقى السلعوه زي بقى الاشرار بقى دايما الاشرار بس او عشان السلعوه عاده بتسلوى على السلوى اوعى على بتسلوى فهيبقى عندنا متسلوى. طيب على غرار الناس اللي هي زي باتمان مثلا شاف انه في حاجه او جرين هورنت شاف ان في كائن تاني او جرين هورني ده واحد تاني فالناس اللي شافوا كائن وحاسس ان هم عندهم مواصفات الكائن ده كبني ادمين اعتقد ممكن يبقى عندنا اصل احنا في مصر ما عندناش كائنات كتير يعني البورس الراجل البورس هيبقى يعمل بقى بدله يعرف يلزق فيها على الحيطان ويقعد يتمشى بقى على اللسقف كده يقعد لما يقع فاكس الله كده كترنا ده عمر ما هيعرف يلعب بديله شويه عشان ديله بيتقطع على طول بيطلع واحد غيره دي هتبقى برضه عنده قدره خارقه ممكن البورس يبخ في رقبته. عارف انت الموضوع ده ايه ده مش عارف كان في مرض جلدي كده بيقولوا ان هو بيجي لما البورس يبخ في رقبتك او يبخ عليك حاجه كده بس وبعيد لو بخ ممكن يبقى راديو اكتف بورس زي الراديو اكتف سبايدر بتاع سبايدر مان بالطبع وهيروح يبخ في الشخص ده فالشخص ده هيبقى الرجل البورس هيبقى اولا عنده اللي هي الحاجات دي وهيلزق على الحيطان زي سبايدر مان خياشيم بقى جدا وهيلزق على الحيطان خياشيم هنا اصلا احنا ليه بنقول خياشيم هنا لا عشان هي مش خياشيم هي قشريات خراشيف يعني هيبقى بتنيل على عينه تمام احنا عندنا هنا الدبان كتير قوي دبان والناموس والراجل الدبانه كده كل شويه كل شويه بيعمل كده عشان هو بيخطط حاجه شديده فهو بيعمل صح كده صح تعال نتكلم سينمائيا ايه اقرب حاجه للسوبر هيرو في مصر اتعملت فرافيرو في المهندس بس اي كلام يعني خالص كوميدي الراجل العناب بس كان كوميدي برضو يعني محدش واخد الموضوع جد احنا عندنا البادجت وعندنا الى حد ما الجرافيكس ومش شرط يعني لو الجرافيكس يا عم صعب ان انت تجيب واحد بيطير مش شرط السوبر هيرو يبقى بيطير ديدبول مش بيطير ديدبول ما هو يعني اكتر سوبر هيرو بيهزر بس هو في نفس الوقت سوبر هيرو بجد طب ليه ما نعملش كده
بس مين برضو اللي هيشوف البوتنشال اللي موجود في الشباب دي وينميها؟ ايه الهبل اللي انت بتقوله؟ يعني لو في شاب عنده هبل بتقول هبل اكزاكتلي وعندنا ناس يقول لك يعني ان هم يعملوا كده. يعني حد زي امير كراره, حد زي احمد عز, احمد سقا عملها في اعلان شبكه من شبكات التليفون في مره ان هو كان خارق بزياده. طيب ما زي هانكوك, يعني الفكره دي متاخده من فيلم هانكوك بتاع ويل سميث. أوكي. كان سوبر هيرو برضو, بس هو كان خارق بزياده او مش عارف يودي طاقته, ينظم طاقته ازاي. هل ده وده كلام جد دلوقتي مش هزار, هل اللي بينتج مش شايف ان دي حاجة هتهت مع او هتتذب المتفرج المصري؟ الناس بتعمل افكار دي في الاعلانات هم اوريدي واخدين فلوس الاعلان. يعني هم الناس بتديهم فلوس تقول لهم عملوا لنا اعلان. لكن لو نفس ذات المنتج او نفس ذات الناس الكرياتيف او نفس الشركة اللي عملت الاعلان ده قرروا ان هم هيعملوا فيلم, فيبقوا مستنيين العائد المادي, وهم ما اعتقدش ان دي كان ريسك ان هم يستنوا عائد مادي من حاجة جديدة فشخ كده, ولكن بالتدريج. لا بس احنا عندنا حتة لا هو خيالي قوي اللي هو لا مش مقتنع. بس الناس اقتنعت بالفيل الازرق مخدرات. لا بس هو في جن وبتاع, يبقى ممكن واحد عنده سوبر باور ان هو ياخد مخدرات زي باباي ان هو يلف كده ويروح اي بالظبط. يا لهوي ده الناس هتحبه فشخ, صح. الراجل الحشاش لا يبقى اسمه الحشاش بس اوف زي القشاش كده بس. تمام يا محمد فراج اهي صح. يبقى فراج برضه دلوقتي اول حد, واعتقد هو احلى واحد طلعناه. شاكمان هتبتدي قصته ازاي؟ يعني هو هيبقى الشاب الميكانيكي اللي عمال بيعمل ويروح ويجي وبتاع وبيلقط اكل عيشه يعني بالظبط, لحد ما حاجه تحصل, لحد ما الورشه بتاعته تقفل, يجي حد غني. اقول لك على حاجه, يشتري الورشه, يشتري الحي علشان كله عشان هيبني فيه حاجه ويقفلوا الورشه, فهو يبقى ما عندوش اي حاجه غير انه لازم يحارب. بعد كده بقى هيتضح بقى انه مين بقى الشخص الغني فشخ ده. الغني فشخ ان هو زي باتمان فيرسس سوبرمان مثلا, بس هو مش هيحارب. هيقول له بس خد بس ومن هنا ومن هنا الفلوس دي هيبتدي بيها ايه مشواره كده. هيقلب بيها, هيبتدي بقى ايه يعمل بقى يعمل حاجه. ف مين انا عجباني قوي ان هو دي الفينش موف بتاعته. فينش خلاص بقى. ايوه صح. مين الفيلنز بتوع شاكمان؟ فكر في ساي فاي, يعني فكر خياليا. الشخص شاكمان ده هو جاي من منطقه فقيره وهو قرر ان هو يساعد العالم. ان هو المنطقه الفقيره دايما بتشتكي من ايه؟ من السلعوة. فالراجل السلعوة المتسلوع هيبقى واحد من الفيلنز بتوع شاكمان. بالظبط. حلو, تعال نفكر في واحد جديد. تعال نفكر في فيلن جديد لشاكمان. عارف ساند مان بتاع سبايدر مان 3 اللي هو بقى كله رمل؟ ايوه هو واحد بقى حصل له نفس اللي حصل له ده, بس وقع في ايه بقى؟ وقع في بتاعه اسمنت كانت بتعمل شارع فيها زلط وبتاع, فبقى الراجل المونه, الراجل المطبط. اوه صح تمام. فهيأثر على المساعدين بتوع شاكمان. هيبقى والله لا بص, يعني ممكن هيبقى بيشيب شيفت كده بالزلط والاسمنت وبتاع. بجد هو ده الوحيد ده بقى اللي هو هيقفلوا بيه السلسله. ان ده الشخص الخطر اللي شاكمان هيقابله. ليه؟ ان شاكمان اوريدي هو مثلا بقى مش هيستخدم بقى اي حاجه, هيستخدم مثلا عشان يعمل البدله بتاعته 128 الحاجات الحديد دي, الصاج دي اللي هي ايه اللي ما تتكسرش بسرعه. الوحيد اللي هيعرف هو مطب. مطب اللي هو الشيب شيفتر اللي هو بيعمل مطبات بس بيعمل واحد يوقي وكده. ايوه هو بيروح جاي بقى عادي على عربيه, وعربيه مفيش مطب, بيروح جاي عامل مطب في العربيه تروح. طيب فشاكمان يحاربه, وهو بقى الوحيد اللي هيبقى عنده القوه ان هو يضرب شاكمان في العظم اللي هو عامله ده. تمام. وهتبقى فيه دايما الماساه بتاعت شاكمان انه تدريجيا هو والبدله عمالين يبتدوا يبقوا واحد. فاكر البتاع بتاع توني ستارك دي كان عمالات موته بالتدريج لحد ما شالها, فهو البدله ابتدى يبقى واحد. بس هو هيقرر انه لا هيفضل بالبدله علشان يساعد العالم, عشان ينقذ. بس هو الراجل الغني فشخ, هو اسمه كده الراجل الغني فشخ, هيتوسط له بقى انه ايه يتعالج على ايه حساب الدوله, فيروح لمين عشان يخلص ورقه؟ مدام ايمان. بس هيتعرف عليها بقى ويضمها للتيم اللي احنا لسه مش عارفين هو مين. حلو ده.
بس دي مش هيبقى ليها يعني دي هتبقى زي بلاك ويدو كده ما عملوهاش في الفيلم بس هي راحت دخلت معاهم هي دخلت معاهم بالظبط والراجل الجاني فشخ مش هيبقى ليه فيلم برضو هيبقى في شاكمان في رجل الجاني فشخ تمام شاكمان هيبقى ليه كذا جزء شاكمان بيجنز شاكمان بيبتدي شاكمان بيدور شاكمان بيدور شاكمان شاكمان بيقول بيطلع شاكمان بيطلع وفي بقى التلاتة اللي هو الجزء اللي هو فول اللي هو ذا فول لا شاكمان بيكارك صح وهو المقابل ايرون مان يعني في مارفل يعني هو اولهم والرجل البورس اعتقد هيبقى اضافه لطيفه او هل هو يبقى فيلن ولا يبقى لا ملوش دعوه يعني ليه فيلن هو شخص عادي جدا هو زي سبايدر مان عشان البورس اول ما حد يشوفه لازم يضرب بالشبشب ما هي دي مأساته ان هو هيبقى عاوز يساعد الناس هو طيب فشخ وبتاع وهو بس هو مسخ عشان بعد ما تحول مسخ ده ميم كلب والله انت قلت ايه مسخ ده ميم كلب ايوه ده يبقى بص يبقى هو الفيلم هيبتدي ايه رجل البورس مش هنقول ان هو في اليونيفرس ده تمام وبيحصل موضوع الضفعه والبورس اللي بيجي يبخ بقى فيه وهو نايم فبيصحى وتدريجيا استنى انت رحت فين تعالى وتدريجيا بيبتدي بقى يسحب كده ويبتدي يطلع ديل ويطلع بقى وبعد كده يقرر انه خلاص هينزوي في كهف وبتاع فيشوف حد في مشكله حد في خطر بينزل ويبخ عشان العنكبوت ما يمسكش في الشراشيب ينزل بقى يحارب الخطر ده وفي النص حد يروح قاطع له ايده فتروح طالعه تاني ويروح لطشه بالقلب يعني في ناس هتتنمر وايه يا عم هي دي الاشكال اللي هتبقى ابطال وبتاع مش عارف ايه بالزبط. بس في ناس هتقول لا يا جماعه الراجل ده صيع وبتاع مين بقى الفيلم بتاع رجل البورس رجل الدبانه بقى ليه انت ليه عشان في الاخر البورس ما بياكلش الدباني البورس دي الضفدع هيبقى في واحد غني غير الراجل الغني فشخ تمام هو غني عادي غني عادي وهيبقى بيعمل بيفتح مشروع جديد انه بينتج شباشب فهو عايز يبروف للعالم ان الشباشب بتاعته هي افشخ شباشب صح فيبتدي يعمل روبوت عملاق من الشباشب يبقى الرجل الأبقاب يبقى الرجل الأبقاب هيحارب الرجل البورس علشان يقنع للناس انه هو ده البطل هو ده البطل, هو ده البطل مش يعني مع انه لا هو عايز يقتله عشان يبيع ابايب وشباب يبيع ابايب هو شخص بقى هو عايز فلوسه بس فلوس. وبعد كده هو لا بيهزمه الراجل البورس بيهزم الراجل الأبقاب وبعد كده بعد ما كل ده بيخلص وبتاع ومش عارف ايه والراجل البورس بيرجع بيته بيلاقي حد في الضلمه بص كده هو انت مين فبنسمع فم فم رحت له الراجل الشكمان يقول له احنا عاوزينك معانا في الفريق صح ترارن 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 بس اسمهم مثلا الفدائيين مثلا الفدائيين لا يبقوا جماعه فشخ لو فيلم فعلا سوبر هيروز مصريين هيبقى عامل ازاي من ناحيه الانتاج من ناحيه المصريين الجرافيكس احنا متفقين انه الناس المصريين هيبقى عندهم مشكله ان هم يتقبلوا حاجه انها مش واقعيه قوي فالفيل الازرق عمل ايه الفيل الازرق في الاول اعتمد على الروايه فلو احنا بدانا من الكوميكس احنا نبتدي ننشر فكره ان احنا نعمل كوميكس اصلا نبتدي نعمل كوميكس وعلى فكره في كوميكس سوبر هيرو في مصر مش واخد حقها خالص اسمهم العصبه او العصبه او اسمهم العصبه والله بجد عصبه كده ايوه لا والله بجد موجودين وعيال يعني بجد ارتستس وعاملين ستارت اب كده ده نفس ستارت اب اللينكس هنحط اللينكس وهنحط اللوجو بتاعتهم وهنكلمهم اكشلي عاملين كميه سوبر هيروز فظيعه وعاملين تيم وفي حاجات كتير قوي فشيخه عاملين ريفرنسز بقى لحاجات بره في الكوميكس بتاعتهم فلو احنا ساعدناهم لو احنا ابتدينا ننمي الناس دول وابتدينا ننشر الكوميكس بتاعتهم في اماكن اكتر خليها مين ستريم عاملين سوبر هيروز محورس تمام فريفرنس الفراعنه وقوته جايه من هنا فاحنا اعتقد ان احنا المفروض نبدا بالماده المكتوبه علشان الناس تبقى عارفه هي رايحه منين وجايه فين وعارفه القواعد بتاع العالم ده من الاول بس هل احنا عندنا الكابابيلتيز او الامكانيات ان احنا نحول العصبه لحاجه بنفس قوه او مش بنفس قوه يعني حتى قريب منها لان ايوه لان الفيل الازرق كانت روايه خياليه جدا وكان في حاجات كتيره جدا وانا بقراها على الورق كنت مستغرب ده هيترجم على الشاشه ازاي وحصل لا عندنا الكابابيلتي هم كمان عاملينها مش حاجه اوفر ذا توب قوي يعني هو لا هي بتتعمل وعندنا مخرجين فظاع في الاكشن منهم طارق العريان في ولاد رزق 2 ده كان اكشن فشيخ اصلا من اول تيتو وهو عمل اكشن فشيخ ما عملوش حد افلام المفضله تيتو بص اهو
حلو ده. انا شايف ان هو من انسب الناس ان هو يشيل حاجه زي دي لانه هيديها فعلا اتس فيرنس يعني، لان يبقى في ستار باور ان يجي حد مشهور مضمون في شباك التذاكر ويقوموا البتاع دي، وما نغلطش غلطه دي سي ونبدا بالفيلم الجماعي بتاعهم، لا نبدا بافلام صغيره افلام صغيره افلام صغيره وننهي، او يعني بعد كده بقى نبتدي نخش في الافلام الكبيره. اوكي فاهم قصدك. ده حاجه كمان. الحاجه الرابعه انه لازم يبقى في حاجه في الفيلم السوبر هيرو المصري تقدر الناس ترتبط بيها، اذا كان اسقاط اجتماعي او اسقاط تاريخي او اسقاط انساني له علاقه بالهويه المصريه له علاقه بالحياه اللي احنا عايشين فيها دي. لان مثلا ده اللي نجح ايرون مان وانت طالع، ان ايرون مان كان بيتكلم على الاسلحه اللي امريكا بتوردها، ان هو تحول من هو تاجر سلاح هو حب يعني بقى اللي بيحمي بقى اللي يدمر الاسلحه اصلا. سيفل وور نزل في وقت امريكا فيه كانت منقسمه اتنين يعني، كان فعلا حصل انقسام شنيع. كابتن امريكا وينتر سولجر برضو بيتكلم عن انه الشيلد المؤسسه اللي هم كانوا مصدقين فيها جدا دي فجاه اكتشفوا ان فيها خيانه وبتاع. كل ده اسقاطات قدروا الامريكان يرتبطوا بيها، هي مش افلام تافهه خلاص، هو مش اتنين بيدبوا في بعض وخلاص او اربعه بيدبوا في بعض وخلاص. أوكي. هي فعلا فيها حاجه. لما عملوا جاردينز اوف ذا جالاكسي مثلا، لا بس ده كان فيلم فن بزياده يعني، بس كان حلو. لا هو فيلم حلو. ساعتها عملوا ايه؟ هم قال لك احنا طيب هنطلع جمهورنا فجاه الفضاء ونشوف كائنات شنيعه والوان مختلفه ونجوم وبتاع. حلو ده بايه؟ بالشريط بتاع الاوسم الثمانينات اوسم ميكس فوليوم 1 كان طول الوقت شغال، انت شايف حاجات غريبيه شويه انت مش مرتبط بيها قوي، لكن طول الوقت سامع مزيكا انت بتحبها متربي عليها و و و و ما فكرتش انا في الكلام ده كله والله فعلا. اما اتفرج وخلاص. احنا عاملين برنامج ده علشان نحث الناس ان هي تتفرج وخلاص، فدي حاجات الواحد يفكر فيها. ايه رايك بقى نسال الجمهور لو انتم شايفين سوبر هيروز ممكن يبقوا عاملين ازاي في مصر، وسوبر هيروز اللي احنا طلعناهم لو جمعناهم هيبقوا اسمهم ايه؟ لو مصر هتعمل فيلم سوبر هيروز انتوا حابين مثلا تشوفوا مين في الدور، حابين تشوفوا القصه بتدور حوالين ايه، حابين تبقى نوع السوبر هيرو ايه، اكتبوا كل اللي انتوا عاوزينه وكل اقتراحاتكم كل حاجه اكتب كل حاجه في الكومنتس، واحنا نوعدكم الكومنتس الجامده فشخ. انا وهريه هنطلع في حلقه ثانيه وهنقرا الكومنتس وهنقول اسم صاحب الكومنت كمان وهنتناقش اكتر في الموضوع. لو عجبتكم حلقتنا النهارده دوسوا لايك واعملوا سبسكرايب للشانل عشان تشوفوا الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه، ودوسوا على جرس التنبيه علشان يجي لكم نوتيفيكيشنز كل ما ننزل حاجه جديده. انا احمد عصام السيد وانا احمد الهريدي وده قصه ولا مناظر.